ايه المشكلة بتاعت ويجز؟ المشكلة الحالية ولا المشكلة العامة بتاعته؟ تعال نبدأ بالمشكلة العامة فنذهب إلى الخاص اللي هو الحالي. طيب المشكلة العامة إن أنا دائما أبدا يا أستاذ يوسف أستشعر من هذا الشاب أنه يتعالى على مؤسسات هو مضطر إن هي تكون هي المؤسسات الحاكمة لمهنته. هتقول لي ايه الدليل على كده؟ ايوه. او ايه برهاني على اللي انا بقوله لحضرتك ده؟ حلو. احنا فتحنا الباب يا استاذ يوسف، وكنت زي ما حضرتك قلت، وانا بشكرك تاني على وصفك ليا ان انا اخدت التحدي وقلت شباب بلدي لازم احتويهم، لازم كل حد عنده موهبه نبص عليه ونشوفه، ودورنا كناس كبيره سنا يعني او اشتغلنا في المهنه من عمر طويل دورنا ان احنا لو هو عنده قصور في حاجه نقومه فيها، مش عيب يعني. وكلنا في بداياتنا تمت مهاجمتنا وتم انتقادنا انتقادات لاذعه في عز ما احنا كنا بنقدم كمان فن من نوعيه عاتبك على ايه ولا ايه وحودعك والحب الحقيقي والحلم الجميل، وبالرغم من كده تم الهجوم عليكم بشراسه. كنا بنتهم ان احنا جيل مصيب، ده انا بكلمك على مصطفى كامل مثلا. أيوة. وكل من غنوا له هذه الاغاني امثال النجم محمد فؤاد، النجم عمرو دياب، منير، العمالقه، كله غنى كلمات مصطفى كامل. صحيح. وجهه نظري دايما عيب انك تكون دايما راجل ناقم على كل ما هو حديث او كل ما هو بعدك، واكب مع العصر. وكان بيعجبني مقوله كبيره لاستاذنا وهرمنا الكبير الاستاذ عبد الوهاب، قال لك من لم يواكب عصره فليرحل عنه. لما يواكبش العصر اللي هو عايشه يبعد عنه. انا ربيت ولادي وربيت نفسي على اني حتى لو ما كنتش بحب نوع معين او لون معين من الفن اني استسلم، طالما ناجح يبقى مبروك عليه خلاص. جمعت الشباب دي وجبتهم واتكلمنا معاهم بكل العقل وكل الاتزان. انا زي حضرتك مش من محبين هذه السلعة من الفن، وحد ممكن يقول لي عيب لما تقول سلعة، لا هي الفن سلعة، ولكني انا كراجل شاعر وملحن ومغني بقول لك انا بسميها طول عمري هي سلعة مزاجية. الفن سلعة مزاجية. صح. كل واحد بيختار المطرب اللي بيحبه، بيختار الاغاني اللي بيحبها، في ناس بتحب الاغاني الحزينه، في ناس بتحب الاغاني الفريحي، في ناس تقول لك ده مصطفى كامل كئيب قوي، في ناس بتحب عمرو دياب عشان خاطر كلها اغاني حب. المهم انها في النهايه عايزين نوصل بمجتمعنا ان لا يضر ابنائنا، زي ما قلتها لحضرتك مره واثنين وثلاثه وبقولها للمجتمع كله. شلت المسؤوليه، جبت الشباب، قومتهم على قد ما اقدر، الحمد لله رب العالمين. وانا دايما بسال كل الاعلاميين المحترمين اللي زي حضرتك، هل حد شاف من شهرين من ساعه ما انا جمعت الشباب دي واقروا وتعهدوا بالالتزام التام وبالضوابط وبالمعايير اللي انا حطيتها لهم، حد سمع كلمه مبتذله يا استاذ يوسف؟ لا. طب لو حضرتك سمعت كلمه مبتذله هترجع تقول اول ما هتصرخ في عندك في البرنامج وهتزعق لمين؟ هقول النقابه فين؟ فين النقابه وفين النقيب اللي جاب لنا الشويه دول؟ مش هو ده اللي هيتقال؟ فانا عايز اضم كل ولادي او كل اخواتي الصغيرين حضن نقابتهم بالتزام قدام دولتهم قدام ابناء دولتهم، واكون انا المسؤول عنهم. يمكن الرهان اللي انا رهنت نفسي عليه اخسره، ولما اجي اخسره انا امتلك من الشجاعه الادبيه ان انا اطلع اقول انا اسف، او اقوم نفسي وارفض تاني التصريح دي ان لم يلتزموا بما اقروا وتعهدوا به.